بل مهمتها لخدمة المجتمع إن وراءت تعيد هذا الموضوع للمجتمع وتعطيه التثقيف كعائلة والعوائل وإعطاء يعني زخم للاهتمام بموضوع الشركات العائلية والاهتمام فيها. وهذه يعني هذه جزئية أنا بس بغدي يعني بتختم في هذه أنه يعني مجموعة الزام الآن مستعدة لتعرض أفكارها وتعرض تجاربها للمجتمع الأعمال والمجتمع العوائل. تعتبر حالة نموذجية يعني إن شاء الله أنها نموذجية يعني ما أن أحد يعني يمدح نفسه لكنه ممكن أنا إحنا يعني نعطي تجاربنا ونتفاوض نتكلم فيها مع الناس اللي معنيين اللي يحتاجون يتعلمون التجربة هذه. وإحنا في 12 يناير مثلا مسوين ورشة عمل في الخبر 2010 أنه تقوم بشو اسمه بورشة عمل متحدث عالمي وزعينا فيه بعض الشركات العائلية والعوائل اللي حضور هذه الناس. وهذه يعني نوع من الـ من الـ من التجارب كمبادرة خاصة من شركة مجموعة الزام. طيب حنتكلم على بتركيماويات بحكم جبتي الصحراء الآن. الصحراء الحين لها 5 سنوات تقريبا من تأسست أو 7 سنوات تقريبا ما شفنا ولا منتج إلى الحين ولا لا إلا عندك يعني لسه ما بعد بدأت في تأخير كبير ولا لا 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 عنده طبعا لأن أنا أجيب لك صوت مساهمين مستثمرين في الشركة إنه فترة يعني تطورت كثير شركة الصحراء. طبعا أنا يعني ما يعني بالنسبة نتحدث عن الصحراء صعب بالنسبة لي لأن أنا أصلا يعني أصلا لا في مجلس إدارة ولا في يعني في إدارة تنفيذية. أنت جبتها كمثال قلت بسألك بس إيه بس أنا يعني ما أقدر أعلق عليها تعليق يعني مباشر لكنه يعني بحسب المعلن يعني موجود اللي هي الشراكة مع التصنيع مصنع قائم الكراكر هذا التكسير من جمع تكسير من البوليثيلين يعني بدأ يشتغل. لكن اللي أقصد أنا من الفترة الزمنية من ما طرحت للاكتتاب إلى اليوم كانت فترة زمنية طويلة يعني يقولك إنه شركة الصحراء أخذت قروش الناس 5 سنوات لكن ما شافوا عائد. والله هذه طبعا هذه طيب هذه مشكلة الصناعة الصناعة طيب طبيعة الآن بتروكيماويات وجود استثمارات الحين كبيرة في بناء توسع كبير وإلى آخره وفي الأزمة المالية الآن اللي طبعا كل شاهدها هل تشوف فيه تجانس ما بين التوسع في بناء البتروكيماويات وما بين أزمة مالية عالمية في مشكلة في التمويل مشكلة في الطلب مشكلة في التسعير؟ طيب انا طبعا هذا الكلام ينطبق على التركيماويات وينطبق على الصناعه عموما في المملكه. طيب اوكي فاذا اتكلم عن الصناعه على الصناعه في المملكه عموما ومنها البتركيماويات انا يعني اؤيد كلامك ودائما اصفها ب ما يسمى ب نحن ضحايا لنجاحاتنا يعني احنا يعني بسبب نجاحاتنا وتوسعنا تفضلت فيه لم يواكبها بنيه تحتيه توسع البنية التحتية وتوسع في مصادر التمويل المدن الصناعية مصادر اللقيم في هيئة المدن الصناعية. طيب الآن وقابلنا رئيسها ويعطي معطي صورة يعني ما شاء الله خضرة كاملة يعني الله كريم. طبعا كل الصورة هذه مستقبلية احنا نتكلم عن الواقع الآن احنا نتكلم عن الواقع الآن انه في شح في الأراضي الصناعية الآن ما في حتى يعني يقول توصل لك ما في أراضي ولا في حتى كهرباء يوصل لك ولا يوصل لك غاز ولا يوصل لك يعني هذه كلها هذه تحدي كبير وأنا بتوسع توسعات يعني شركات كبيرة بتوسع فيها ما أجد هذا التوسع. طبعا هذا تحدي وهذا هو ما يسمى يعني سبب نجاحي انا يعني هل الغاز اصبح الان اللقيم اللي يعتبر هو الان يعني اساس صناعه البتروكيماويات الان هل هو بالقدر الكافي اللي موجود عندنا ان تقوم هالتوسعات وهالانتشار الكبير طبعا في البتروكيماويات؟ في الوقت الحالي لا الوضع الحالي ليس يعني بالحجم المناسب الان لكنه الغاز بعد مقصود فيه ايضا مو بس لقيم كايضا كفيول كيعني كوقود يعني ايضا هذه لصناعات اخرى تحتاج اليه. انا اعرف يوجه الكهرباء جزء كبير منها. نعم هذا يعني اخيرا يعني نعم توجهه الكهرباء لكنه ايضا هذا جزء منه ايضا فيه يعني ما يسمى يعني حصص او كوتا معينه لقضيه كمواد خام للصناعه. طيب اذا تأزمت الشركات البتروكيماويات بالغاز اللقيم وش الحل عندها؟ تستورد؟ خيار اذا بس انه هل الخيار هذا مجدي اقتصاديا؟ هل هو ممكن هذا يعني اللي اعرفه انا انه سابق مثلا تاخذ اسعار من 20 سنه هي نفس الاسعار وبالتالي الارباح مشكله بنسبه كبيره بسبب انه اللقيم منخفض جدا ولو صدر كان باعت الدوله ارامكو ممكن الغاز باسعار مضاعفه عده مرات صح الكلام ولا لا؟ التصدير جانب لكن هل هو سينمي اقتصاد؟ مو بهذا الكلام انه كيف تحول هذا
هذه الميزة إلى ما يسمى بالصناعة التحويلية. القيمة المضافة اللي من بعد الصناعة الأساسية تتحول إلى صناعات داون ستريم أو صناعة تحويلية، هذا الإبداع، وهذا اللي يعني حنا في المملكة العربية السعودية كان لنا قصب السبق في قضية إنه حنا كنا رواد الصناعة الأساسية ولا زلنا، لكنه لابد الآن ننتقل إلى قضية إنه حنا نكون رواد صناعة تحويلية، وبالتالي بدل ما تصدر سابق أو نصدر إنه يصدر الغاز هذا أو ما يصدر منتجات السابق الأساسية، تحول إلى صناعة تحويلية. وعشان تحول صناعة تحويلية لابد إنه يكون هناك بنية تحتية تساعد هذا التوسع. فاللي أرى أنا الآن وجد ضعف في التناغم بين عدة أطراف لتطويرها مثل الصناعة التحويلية اللي لها قيمة مضافة، سواء في بناء أيدي عاملة قوية وتوظيف، سواء في قضية إنه إيجاد يعني فرص يعني استثمارية كبيرة للكثير من الأموال الموجودة. نحن نفتقد إلى ما يسمى مايسترو صناعي حقيقة. المايسترو الصناعي يعني في عشوائية الآن السوق، يعني طبعا أنا أخذ بطريقة إيجابية إنه هذه كل يعمل الآن ويحاول يخدم وبنية حسنة بإذن الله، لكنه يحتاج من يأتي بالمايسترو هذا ويحطها في منظومة تكون يعني فعلا تخدم الوطن وتخدم اقتصاديا. هل مستقبل قطاع البتروكيماويات يعتبر ممتاز مشرق إيجابي حتى مع ظروف الأزمة الحالية اللي صايرة الآن، مع توسعات الصين، مع توسعات بعض الدول في يعني توسعات في صناعة البتروكيماويات؟ يعني لا أكون مبالغ إذا ما قلت إنه المستقبل لصناعة البتروكيماوية هي هذه المنطقة هذه، وبالتحديد المملكة العربية السعودية. ليش؟ لأن هي فعلا بنت القاعدة الرئيسية والأساسية بوجود هذه زي مدينة الجبيل وينبع، زي وجود نظام الغاز اللي أرامكو سويته، نظام الغاز تجميع الغاز على مستوى المملكة من شرقها إلى غربها من شمالها إلى جنوبها، يعني هذا يعني يعتبر يعني فتح ويعني إنجاز عظيم لا يوجد، يعني يمكن يوجد مثل في العالم، لكنه أقصد يعني وجوده في المملكة مثل هذا يعتبر يعني قوة يعني قوية. عندنا كثير من الأشياء اللي وأهم من ذلك أنا برأيي هي الوجود رأس المال أو وجود رأس المال البشري أو رأس البشري الكابيتال، يعني هيومن كابيتال اللي هو أساس تطوير هذه الصناعة. أنا في نظري هم النفط القادم للمملكة العربية السعودية، وكوننا تجارب في صناعة البتروكيماويات من ناس خبراء في المجال هذا يمكن نستفيد منهم. سؤالي الأخير قبل ما أختم مهندس السامة، مستقبل البتروكيماويات يظل بنفس القوة والزخم اللي كان عليه من بداية 2003 إلى 2007 أو 2008؟ بنفس القوة والزخم يعني بس يعني ببعض يعني التأثيرات الجانبية لقضية إنه يعني تعرف الضغط في الأسعار النقيم وضغط في يعني إمكانية تواجده من القبيل، هذا سيؤثر نوعا ما على هذا الزخم. شكرا لك مهندس أسامة على هذا الحوار. شكرا لك.